بصلاح ما راح ينفع المباراة اليوم. يعني الكل شاف أن كانت مباراة قوية من فريق قوي اللي هو الفتح الرباطي، فريق اللي كينافس يعني في يعني الكأس إفريقيا، فيعني كانت مباراة قوية. يعني الجمهور استمتع بهذه المباراة هذه. يعني الأهم من هذه المباراة حققنا اللي هو تأهل للدور الموالي إن شاء الله. ف يعني من أول دقيقة يعني دخلنا في المباراة، جاء هدف ضد مجرى اللاعب كيف تنقولوا، تسجلنا هدف، لكن الحمد لله بقينا مركزين. يعني حتى الشخصية ديال اللاعبين يعني بانت في هذه المباراة، ورجعنا في النتيجة وفزنا المباراة. كما قلت يعني اكيد ان يعني المشاكل هي موجوده، لكن اللاعبين يعني كيتقاتلوا كيف تنقولوا للجمهور وعلى القميص ديال الفريق، لانه يعني فوق الجميع كيف تنقولوا. فاني رايت ما تحل المشاكل ان شاء الله، فاحنا نديو اللي علينا والمشاكل ان شاء الله غادي تحل منها. يعني غاريدو صراحه يعني جاب كيف تنقولوا ديك لاغرينتا، ديك الروح اللاعبين يعني كانت عند اللاعبين، لكن زادت بشكل كبير مع المدرب. وحتى يعني الكل كيعرف ان الكره الاسبانيه يعني قريبه من التيكي تاكا ديال الرجاء، يعني انتزنا فيما بعدها. يعني يعني خرجت ما بين يعني الشوط الاول كنظن المباراه اللي فاتت، يعني وكان يعني يعني الحوار نقاش كيف تنقول مع المدرب، يعني علاش يعني خرجت وهذا. يعني عادي ما كاينش شي نقاش اللي كبير اللي كيف كيقولوا الناس انه ربما كان يعني كيف تنقولوا طريقه الكلام ما كانش هي هذيك. فالناس يعني كيف تنقولوا كيرميوا الزيت يعني فوق العافيه. يعني كان نقاش عادي يعني كيف تنقولوا في اي لاعب انه كيخرج كيطلب المدرب علاش خرجوا او هذا، يعني باش يعرف بس الشيء اللي كان.